وهذه سنة كونية. كل من عجز عن إقامة الحجة صارع بالأيدي وبالقوة، وذي من زمان، من غلبته الحجة صارع بالأيدي، بل قد يفزع إلى السلطان ويكثر من الشكاوى والدعاوى. لماذا؟ هو عاجز عن إقامة البينات والحجج على ما يدين به، زي ما بيصنع هذه الأيام أحد طواغيط هذه البلد، يفعل الشرك ويدعو للشرك والضلال وإلى هتك الأعراض وإلى استرزال الأمة، ما عدا يشكو هذا إلى السلطان ويشكو ذاك إلى السلطان. ومن أسوأ ما سمعت، يا أخي أنت رجل عامل شيخ طريقة، اشتكى مرة امرأة محترمة وجابها من خارج السودان بشرطة الانتربول، قال تكلمت فيه والمرأة ما قالت فيه كلام كعب، إنما أدانت ما فعله هذا الرجل من الشرك الواضح ومن التهتك ومن التخنس والأشياء المنكرة اللي بينكرها كل سوداني بل كل عاقل. لما أنكرت عليه جاب بشرطة الانتربول من السعودية وحاكمه، ودائرة النتيجة شنو؟ أي زول يمشي حاكمه عشان يجي في المسجد بتاعه ويقبل يد الشيخ ويعتذر له. أي إهانة، إهانة للناس أكثر من هذه الإهانة. يجي يدعي الأخلاق ويدعي السلوك ويدعي المحبة، أنت بتهين في الناس يا أخي. متى استعبدتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يجي يستعبد في العباد ويستند إلى ثغرات في السلطة وفي القوانين، فيستعبد عباد الله جل وعلا، خاب وخسر. ولكن كل مسلم غيور خير له مئات المرات أن يخسر ما يخسر من الدراهم والدنانير، ولكن لا يخسر العقيدة. ما تخسر عقيدتك، كن عزيزا بعقيدتك ولا تذل نفسك لمثل هذا أو لغيره ممن يتترس ببعض الثغرات السلطانية لكي يسترزل عباد الله جل وعلا. وأعجبني جدا موقف تلك المرأة، رفضت الاعتذار له، وأبوها رفض وزوجها رفض. يا لهم من أحرار، يا لهم من أحرار غيورين على دينهم وعلى عقيدتهم.